عدوة المدينة النخلة المباركة التي كلما تحدثنا عنها ذكرنا فضيلتها وما ورد من الحديث النبوي الشريف المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. والتي نوصي أنفسنا والجميع بالمحافظة على هذه الوصية النبوية لما فيها خير وبركة للإنسان في صحتها النفسية والبدنية. نحن الآن في 17 من شهر 8 شهر أغسطس. الآن هذه نخلة عجوة قد قارب انتهاء حصادها. طبعا المزارعين في السابق كانوا لا يجمعون الثمار ثمار العجوة بالحبة، ولكن ينتظر إلى نهاية شهر 8 أو بداية شهر 9 يجد القنو كامل، ثم ينزل التمر والرطب يعزل بشكل مستقل. الآن يتم تغطية النخلة بهذا الغطاء الكثيف من خيش مثل خيش الرز، وكذلك غطاء بلاستيكي. المزارع في بداية شهر 8 حسب المنطقة الآن يقوم بفتح الأغطية وتنزيل الثمار الناضجة حتى لا تنشف. لذلك وصيتنا للمزارعين بالذات مزارع العجوة، أخي في بداية شهر 8 احرص أن تكشف الغطاء، وإذا كانت هناك ثمار ناشفة أو نصف ناشفة يوصى بإنزالها، لأن موجات الحرارة تؤدي إلى جفاف الثمار وعدم صلاحيتها. فكلما بدر المزارع في إنزال التمور وجنيها قبل أن تنشف كان ذلك أفضل. طبعا لا يستطيع المزارع تنزيل التمور الرطب إلا إذا كان يريد أن يبيعها رطب، ولكن إذا كانت نصف رطب ولينة يتم وضعها على فراش حتى تجف قليلا، ولكن تركها على العذق لفترة طويلة مع الحرارة قد يؤدي إلى جفافها. الآن هذا حصاد عجوة المدينة بالجني، كما يظهر العذق تم تنزيل منه عدة مرات وأبقى كمية قليلة، يعاد تغطيته ثم يعاد بعد كم يوم لجني بقية الثمار. هذا ونسأل الله أن يجعل في ذلك علما ننتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عجوة المدينة النخلة المباركة التي كلما تحدثنا عنها ذكرنا فضيلتها وما ورد من الحديث النبوي الشريف المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. والتي نوصي أنفسنا والجميع بالمحافظة على هذه الوصية النبوية لما فيها خير وبركة للإنسان في صحتها النفسية والبدنية. نحن الآن في 17 من شهر 8 شهر أغسطس. الآن هذه نخلة عجوة قد قارب انتهاء حصادها. طبعا المزارعين في السابق كانوا لا يجمعون الثمار ثمار العجوة بالحبة، ولكن ينتظر إلى نهاية شهر 8 أو بداية شهر 9 يجد القنو كامل، ثم ينزل التمر والرطب يعزل بشكل مستقل. الآن يتم تغطية النخلة بهذا الغطاء الكثيف من خيش مثل خيش الرز، وكذلك غطاء بلاستيكي. المزارع في بداية شهر 8 حسب المنطقة الآن يقوم بفتح الأغطية وتنزيل الثمار الناضجة حتى لا تنشف. لذلك وصيتنا للمزارعين بالذات مزارع العجوة، أخي في بداية شهر 8 احرص أن تكشف الغطاء، وإذا كانت هناك ثمار ناشفة أو نصف ناشفة يوصى بإنزالها، لأن موجات الحرارة تؤدي إلى جفاف الثمار وعدم صلاحيتها. وكلما بدر المزارع في إنزال التمور وجنيها قبل أن تنشف كان ذلك أفضل. طبعا لا يستطيع المزارع تنزيل التمور الرطب إلا إذا كان يريد أن يبيعها رطب، ولكن إذا كانت
نصف رطب ولينة يتم وضعها على فراش حتى تجف قليلا، ولكن تركها على العذق لفترة طويلة مع الحرارة قد يؤدي إلى جفافها. الآن هذا حصاد عجوة المدينة بالجني، كما يظهر العذق ثم تنزل منه عدة مرات ويبقى كمية قليلة، يعاد تغطيته ثم يعاد بعد كم يوم لجني بقية الثمار. هذا، ونسأل الله أن يجعل في ذلك علما ننتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.